مثل ما عم بشوف العالم، مثل ما عم تسمع البشر كلياتها، خرق الهدنة من قبل نظام الأسد وروسيا، والدمار اللي عم نشوفه، وبالأخص دمار المشافي الميدانية اللي دمرونا إياها كلياتها، فمضطرين إحنا نطلع ندور بالشوارع بالحارات ونط من السياج على البيوت لحتى نشوف إنه في إصابات، في ناس مش عم تقدر تستغيث فينا، فإحنا عم نوصل لعندها لحتى نقدم لها المساعدة. إحنا وشباب الجيش الحر موجودين بلدة العيمة. الله أكبر، الطيران الحرب الروسي